احنا نلعب في دور نهائي، والادوار النهائيه كذلك في البطوله في الكاس، المباراه هذه تتربح ما تتلعبش، انا المردود ما يعني لي حتى شيء، في دور نهائي المردود ما يعني ليش. الحاجه الهامه هي النتيجه، نجم نعدي مباراه كبيره وننهزم، لكن التاريخ مش يسجل، يسجل اني خسرت في الدور النهائي، ونلعب مباراه متوسطه ونكون فيها محظوظ ونسجل، تاريخ باش يسجل اللي الترجي فاز بالبطوله الافريقيه. باش نرجعوا لمباراه الرباط، في اعتقادي انا تعلمت حاجه من توني، يقول فو با فوار دو ريغري، ماتش كي يتعدى كان عندك حاجه بتعملها في وقت الماتش تفضل، ما اذا مقتنع بها امشي، ما تجيش بعد الماتش تقول والله كارني عملت كذا ولا خرجت كذا ولا لا. احنا الماتش هذا يدخل في طي التاريخ، مشي على روحه. لعبنا مباراه محترمه جدا، وانا شخصيا فوجئت بالتمركز نتاع الفريق، فوجئت بالمستوى، فوجئت بالخبره اللي اكتسبتها المجموعه هذه، ولا تعرف تسافر مليح، وماهوش غريب على الناس كل الترجي توا 3-4 سنوات المجموعه هذه مع بعضها، بطوله افريقيا، الكاس العربيه في الامارات، كاس العالم مره، كاس العالم 2 قبل، فبالتالي لي زونجو ما عادش يخوفونا، جمعيه معناها رزينه برشا ولات وكذا. عملنا مباراه محترمه ضد منافس محترم، ربما ضخمناه اكثر من اللزوم، ما شفتش حاجه كبيره، واكبر دليل على ذلك ان احنا سجلنا، وكان بالامكان بعد 1-0 الله اعلم احنا كان كنا نجمو نجازفو ولا نكتفي بهذاك. انا اللي تهمني لا النتيجه، لا سيستم عاجبنك باش قلنا شنو كان لازم يتعمل الموسى، اما هكا ولا هكا. والله شوف، يزمك تكون في مكان المدرب، ويزمك تكون على بينة بالقدرة متاع الملاعبية اللي باش تدخلهم جاهزين. مالوريزمون الزوز الملاعبية اللي نجموا نعملوا بيهم من ديفيرينسا، معناها نظريا زوز راجعين من بليسور، تخنيسي والهوني، واحد منهم تحت طائلة الإنذار الثاني، مهاجمين نجموا يتحكموا في أعصابهم باش ما ياخذوش الإنذار، لكن المدرب هذوكم متاع 25 مينوت ولا متاع 5 دي مينوت باش حضرهم للماتش الرتور، الا المدرب هو يعرف شو عنده. ولذا انا نحكم على البريستاسيون ككل متاع المجموعه ومتاع الاطار الفني وكذلك متاع الجمهور. قيمه الجمهور هذاك اللي يتنقل مع الفريق، وقيمه الجمهور اللي يساند، وقيمة الجمهور اللي سكت 50,000 هذيك راهي زادة تعطي للاعب شحنة كبيرة 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 برشا. إذا أنا أكثر من اللي راضي، معناها النتيجة هذيك لو كانت تقول لي قداش تدفع على الماتش هذاك، أنا نقول لك قبل الماتش الميزانية بتاع الترجي خذوها قبل الماتش، قبل الماتش أعطيني أنا، بعد الماتش جو باور دو ريغري، بعد الماتش اللي حصل اللي حصل، جوروتيان حاجات سلبية اللي خذينا 3 افيرتيسمون، وجوروتيان ان اسبري دو جروب كبير برشا، فريق يجري فوق الميدان مباراة كاملة، الملاعبية اللي دخلوا اعطاو، وشفتوا معناها الهوني سور اون اكسيليراسيون الى يفاسي توت لا ديفونس، معناها في اول لمسة الكرة اليوم معين عنده معناها ورقة المباراة العودة. كما قلت معناها كل من حمل اسم الترجي في المغرب، مسؤولين، لاعبين، اطار فني، احباء، شرفوا اسم الترجي ووراوا اللي بالفعل الترجي غول افريقيا.